أطلق وزير البيئة ناصر ياسين من الأبيات في عكار الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى ورئيس بلدية الأبيات عبدو عبدو وجمعيات بيئية وهيئات اجتماعية وتشريعية. يوم البيئة العالمي هذا اليوم نطلق اليوم الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات، لأنه قد ما يكون عنده جهوزية قد ما يكون عندنا حضور حيضل في حرائق، مشان هيك لازم نشتغل على الوقاية وإدارة هذه الغابات، وهذا ما نعمل عليه. هذا عنصر أو مكون تاني من مكون النجاح، أنه نشتغل على الوقاية وعلى إدارة هذه الغابات. نحن لبنان لا يزال غني بالغابات، 25% أو أقل أو أكثر تقريبا من المساحة لا تزال خضراء، لازم نحافظ عليها بكل ما أعطينا من جهد وقوة، لأنه هذا هو الرأس مال الطبيعي الحقيقي لنا، هذا هو أساس هذا البلد، فلازم نشتغل على والوقاية من أي ضرر أو أي حريق له. أطلقنا الوقاية من حرائق الغابات كخطة استراتيجية حدثت آخر مرة بال 2009، ستطلق إن شاء الله خلال يعني أسبوعين القادمين برئاسة الوزراء بالتعاون مع كل الوزارات الأخرى، زراعة وإدارات أخرى، ولكن هذه أساس. أطلقنا خطة إدارة للغابات في عكار وكذلك في جبيل، المهم تنفذها نحن والزراعة والبلديات، هذا أساسي اللي قاله دكتور جورج بتري أساسي. ما عندنا أي شيء إلا إدارة ووقاية من ضرر هذه الأماكن. ثالث نقطة اللي هي بتتعلق بالحرائق ولكن بتتعلق بكل شيء، هو قدرة الاستجابة لكل هذه المشاكل، وهيدي إذا بتكون عندنا ملاحظات عليها. الاستجابة للحرائق عندنا من وراء يعني الوضع المالي والوضع الإداري اللي موجود، ولكن الاستجابة لكل شيء بيكون عندنا مشاكل له. أنا يمكن لا يقل عن 15 مرة لعكار بالتحديد محاول مع المدعي العام البيئي اللي هو ما قصر، مع القوى الأمنية اللي هني بيلبوا قد ما بيقدروا نوقف القطع الجائر للأحراج، ولكن ترجع ليه؟ لأنه ما عندنا حضور قوي لسيادة القانون. اللي بيجي بيحرق وما بينتبه، اللي بيجي بيقطع شجرة وآخر همه، اللي بيفوت وبدمر هذه البيئة. نحن قد ما نسعى إذا ما كان قدامنا الجهة الأخرى اللي هي بتساعدنا بتطبيق القانون وسيادة القانون رح نضل مقصرين. مش هيك؟ نرفع الصوت، وهلأ اللواء موجود وهو بيمثل يعني الجيش، بيمثل القوى الأمنية، بدنا حضور أقوى لسيادة القانون. بعد ذلك شارك الوزير ياسين والحضور بسلسلة نشاطات بيئية في الأبيات وعندقت وجرود بلدة مشمش.